ورحمة الله وبركاته. للتواصل مع حضراتكم، والنهاردة احنا ختام اليوم الرابع للجنة تلقي أوراق الترشح. حضر في تمام الساعة 4:15 السيد محمد فريد سعد زهران طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وشهرته فريد زهران. وقدم طلب الترشح والمستندات المطلوبة مع طلب الترشح، وأهمها 30 نموذج من التزكيات أعضاء مجلس النواب. وتم الانتهاء من أعمال اللجنة اليوم، وبالتالي في اليوم الرابع تقدم للجنة طلبين للترشح حتى الآن، ونوافي حضراتكم أول بأول بالمستجدات إن شاء الله. شكرا.